لكن في واحد صاحبنا له دقن يعني افتخر بالسوري بنفس الوقت انا ضمن هالسوري هاي كردي. الاكراد عم بيتعانوا من هالتهميش هي صار لهم اكثر من نص قرن. هلا نحن بدينا بثوره، يعني الشعب السوري فزت وقلبت جدران الخوف وصارت تصيح باسقاط النظام. اما امور تغيرت بعد ما فاتوا الجهات عدة على الخط. ومسار الثورة صار في عندي انحرافات. في تعليمات واضحة، انتم شو الشغل فيكم تشتغلوا مع الائتلاف، مع هاي المجلس العسكري، مع الجيش، اشتغلوا. يعني هاي شلون؟ بالنسبة لنا ما في أي تحفظات من هالمنطلقة. أما الشارع الكردي وسياساته وتساؤلاته هي بيكون لها واقع سياسي ثاني. قديش ما حكينا يعني لازم ناخذ كتجربة، لازم نريد مواقف. دكتورك معنا هون في هاللقاء التعارف ما بين اقوى قوتين هون بالمنطقه، ونتشرف مره ثانيه بالوجوه الطيبه اللي صرنا. انا بعتبره انه الوقت اللي ما تعرفنا عليه بعتبره ضاعت من اهل منطقتين. يا ريت كنا نتعرف من قبل بشهور لحتى نصحح اخطاء المنطقه ونحط ايدينا بايدين بعض ونكون بمنطقه واحده بقوه واحده بخندق واحد امام النظام الطاغي وهي نظام بشار الاسد. بارك الله فيكم، احنا كثير مسؤولين وتشرفنا كثير بزيارتكم، زياره اهلنا في منطقه عفرين ولقائنا مع الاخوه في قوات الحمايه الشعبيه. احنا ايد واحده واحنا شعب واحد، كرد وعرب، مسيحيين ومسلمين، سوريا للجميع، سوريا بالجميع، سوريا فوق الجميع. نسأل الله أنه يكون هي بادرة خير في أنه نضع إيدنا بإيد بعض كلياتنا لقتال هذا النظام وإسقاط هذا النظام المجرم، وأيضا كل القوى الباغية التي تريد أن تمس من وحدة هذا الشعب بما فيها قوات النظام المجرم قوات بشار الأسد. حقيقة إحنا كثير انسرينا مع الأخوة في مدينة عفرين وفي هذه المنطقة. نسأل الله أن يكون بادرة خير وفاتحة لقاءات أخرى يكون فيها تعاون، ونكون إيد وحدة لإسقاط النظام وبناء سوريا إن شاء الله.